لوقا 23. فقام كل الجمهور بتاعهم وجم بيه لبيلاطس وابتدوا يشتكوا عليه ويقولوا احنا لقينا ده بيبوظ البلد وبيمنع ان تتعدي ضريبة القيصر ويقول انه مسيح ملك. فسألوا بيلاطس وقال انت ملك اليهود؟ فجاوبه وقال زي ما بتقول. فقال بيلاطس للرؤساء بتوع الكهنة والشعب انا مش لاقي تهمة في الانسان ده. فكانوا بيأكدوا ويقولوا انه بيهيج الشعب وهو بيعلم في كل اليهودية من اول الجليل لحد هنا. فلما سمع بيلاطس حكاية الجليل سأل هو الراجل جليلي؟ ولما عرف انه من سلطنة هيرودس بعته لهيرودس عشان كان هو كمان الايام دي في اورشليم. واما هيرودس فلما شاف يسوع فرح قوي لانه كان عايز من وقت طويل يشوفه عشان كان سمع عنه حاجات كتيرة واتمنى يشوف معجزة تحصل منه. وسأله بكلام كتير فما جاوبهوش بحاجة. ووقف الرؤساء بتوع الكهنة والكتبة يشتكوا عليه جامد. فاحتقروا هيرودس مع العساكر بتوعه واتريقوا عليه ولبسوا لبس لامع ورجعوا لبيلاطس. فبقى بيلاطس وهيرودس اصحاب مع بعض في اليوم ده لانهم كانوا قبل كده في عداوة بينهم. فنادى بيلاطس الرؤساء بتوع الكهنة والعظمة والشعب وقال لهم قدمتولي الانسان ده زي اللي بيبوظ الشعب وديني حققت قدامكو وما لقيتش في الانسان ده تهمة من اللي بتشتكوا بيه عليه ولا هيرودس كمان لاني بعتكم ليه واهو مفيش حاجة تستاهل الموت اتعملت منه. فانا هأدبه واسيبه. وكان مضطر يسيب لهم كل عيد واحد. فصرخوا كلهم وقالوا خد ده وسيب لنا برباس. ودوكها كانت رمى في السجن عشان فتنة حصلت في المدينة وقتل. فناداهم تاني بيلاطس وهو عايز يسيب يسوع. فصرخوا وقالوا اصلبوا اصلبوا. فقال لهم مرة تالتة وإني شر عمل ده انا ملقيتش فيه تهمة عشان الموت فانا هأدبه واسيبه. فكانوا بيلحوا باصوات عظيمة طالبين انه يتصلب. فجمدت اصواتهم واصوات الرؤساء بتوع الكهنة. فحكم بيلاطس يحصل اللي طلبوه. فساب لهم اللي اترمى في السجن عشان فتنة وقتل اللي طلبوه وسلم يسوع لارادتهم. ولما راحوا بيه مسكوا سمعان راجل قيرواني كان جاي من الغيط وحطوا عليه الصليب عشان يشيله ورا يسوع. ومشي وراه جمهور كتير من الشعب والستات اللي كانوا بيلطموا كمان ويندبوا عليه. فتلفت ليهم يسوع وقال يا بنات اورشليم ما تعيطوش عليا لكن عيطوا على نفسكم وعلى اولادكم لانه اهي ايام جايه هيقولوا فيها يا بخت اللي ما بيخلفوش والبطون اللي ما ولدتش والصدور اللي ما رضعتش. وقتها هيبتدوا يقولوا للجبال اوعي علينا وللتلال غطينا لانه لو كان بالعود الطري يعملوا كده امال يبقى ايه بالناشف. وجم كمان باتنين تانيين مجرمين عشان يتقتلوا معاه. ولما راحوا بيه للمكان اللي بيتسمى جمجمة صلبوه هناك مع المجرمين واحد على يمينه والتاني على شماله. فقال يسوع يا با اغفر لهم لانهم ما يعرفوش بيعملوا ايه. ولما قسموا هدومه عمل قرعة عليها وكان الشعب واقفين بيتفرجوا والرؤساء كمان معاهم بيتريقوا عليه ويقولوا انقذ ناس تانية يبقى ينقذ نفسه لو كان هو المسيح اللي الله اختاره. والجنود كمان يتريقوا عليه وهم جايين وبيقدموا له خل. وقالوا لو كنت انت ملك اليهود يبقى انقذ نفسك. وكان عنوان مكتوب فوقه بحروف يونانية ورومانية وعبرانية هو ده ملك اليهود. وكان واحد من المجرمين اللي متعلقين بيجدف عليه ويقول لو كنت انت المسيح يبقى انقذ نفسك وانقذنا. فجاوب التاني وشخط فيه وقال انت مش خايف من الله وانت تحت الحكم ده نفسه؟ اما احنا فبالعدل لاننا بناخد حق اللي عملناه واما ده فما عملش حاجة مش في مكانها. بعدين قال لي يسوع افتكرني يا رب لما تيجي في مملكتك. فقال له يسوع الحق بقول لك النهاردة معايا هتبقى في الفردوس. وكانت حوالي الساعة 6 يعني 12 الظهر. فحصلت ضلمة على الارض كلها للساعة 9 يعني 3 بعد الظهر. وضلمت الشمس وتشق حجاب الهيكل من وسطه. ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يابا في ايديك بحط روحي وديعة. ولما قال ده سلم الروح. فلما شاف قائد المية اللي حصل ادى مجد لله وقال حقيقي كان الانسان ده صالح. وكل الشعب اللي كانوا متجمعين عشان المنظر ده لما شافوا اللي حصل رجعوا هم بيخبطوا على صدورهم. وكان كل ما عرفوا وستات مشي وراه من الجليل واقفين من بعيد بيشوفوا ده. وكان في راجل اسمه يوسف وكان عضو في المجلس وراجل صالح خير. ده ما كانش موافق على رأيهم وعملهم
وهو من راما مدينة لليهود، وكان هو كمان مستني مملكة الله. ده طلع لبيلاطس وطلب جسم يسوع ونزله ولفه كتان وحطه في قبر منحوت مكان ما كانش حد حط أبدا. وكان يوم الاستعداد والسبت بيقرب، ومشيت وراه ستات كانوا جم معاه من الجليل وبصوا للقبر وازاي اتحط جسمه. فرجعوا وحضروا حنوط وأطياب، وفي السبت استريحوا حسب الوصية.